أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بلادنا مدارس مختلطة من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، البنين مع البنات وما بعدها يفصل بينهما، لكن هناك مدرسات يعلمن البنين ومدرسون يعلمون البنات، فما حكم تدريس أبنائنا وبناتنا فيها علما بأنه لا مجال للتعليم النظامي غيرها؟ هذا لا يجوز، الاختلاط، التعليم المختلط لا يجوز للمسلمين، فعليهم أنهم يكونون تعليما أهليا، عليهم أنهم يكونون تعليما أهليا ويدرسون أبناءهم على حدة وبناتهم على حدة، على نظام الإسلام لا على نظام الكفر. وهذا من مفاسد الإقامة في بلاد الكفار، هذا من مفاسد الإقامة المسلمين في بلاد الكفار. نعم.